والتقوى كما قال العلماء هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد روي عن سلفنا الصالح رحمهم الله أقوال في بيان بعض أسس التقوى وقواعدها سأذكرها. قال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة من الدنيا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وختاما قال الحسن البصري رحمه الله: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك.